الحج جه ازاي؟ الحج كان بيكلمني الاستاذ الكبير عمرو اديب. الاستاذ عمرو اديب كلم حضرتك. استاذ عمرو اديب مشكورا. وفي خلال ما كان بيكلمني الاستاذ عمرو اديب رن عليه الاستاذ الكبير رجل الاعمال اشرف شيحه ووهب لي الحجه دي، فبارك لي الاستاذ عمرو اديب وقال لي مبروك يا عم ربيع، جات لك حجه كبيره من الحج اشرف شيحه. وفعلا بالطبع رحت استلمت دعوه الحج وما شاء الله رحت حجيت ولسه جاي النهارده. حج مبروك ان شاء الله. بس عم ربيع انت ما كنتش يعني ايه كان احساسك في الاول كده لما جات لك الحجه وقالوا لك عم ربيع انت كسبت الحج؟ جاتني الاول رجل اعمال وهب لي 50,000 جنيه. ما كنتش مصدق، جاتني فعلا، وفى بوعده معايا جزاه الله خير. وهب لي رحله الحج الاستاذ اشرف شيحه. برضو لبى معايا الحمد لله ووفى، والفلوس اللي جاتني سديتها وعليا بعض الديون الصغيره هم دول الباقيين ان شاء الله اطلب من الله جل في علاه ولا يقطع علي ان انا ان شاء الله اسدهم. واطلب النصر لفلسطين اكيد ان شاء الله، واطلب العمار يا رب ان شاء الله. واتمنى على ظهر دعت لهم في الحج. جاب لي اولادي والله ربنا اعلم. جاب لي اولادي والله حتى على فيديو والله. يعني هم كانوا يحتبر يعني نقول طبعا السبب ربنا مرتب كل ده، بس يحتبر هو كان يعني كانت فلسطين هي السبب. طبعا ان هم توديك الحج. طبعا بسبب الواقعة بتاعت رامي. اتمنى بقى اليوم كده. اتمنى اليوم العمار في بلادهم ويرفعوا رايتهم وتكون دولتهم دولة حرة مستقلة وعاصمتها القدس الشريفة.